مرحبا جميعا، أنا رشا رزق وأنا امرأة. بحب شارككم بموضوع بخص النساء تحديدا، هو موضوع حرية الاختيار واتخاذ القرار. بمجتمعنا مثل كتير مجتمعات أخرى، من لما كنا فتيات صغار كانوا الآخرين يختاروا عننا مظهرنا، طريقة التعبير عن أنفسنا، سلوكنا، خياراتنا الدراسية، خياراتنا بحياتنا الشخصية. وبيستمر هذا الموضوع حتى لما نصير بالغات أمهات، وبصير التدخل حتى بطريقة تربيتنا لأطفالنا وخاصة لبناتنا. بدي أقول إنه اتخاذ القرار هو ملكة بيتعلمها الإنسان مع التجربة